قضيت عليه الكركم، فلفل اسود والبابريكا، الثوم، اضيف عليه البصل، اخليه يحمر البصل مع اللحم. حطيته بالخلاط ومعجون الطماطم. بسم الله نضيف عليه، وبعدها اضيف عليه كوب من الماء واضيف عليه الليمون والملح واخليه مدة 10 دقائق على صوب. وفي هاي الاثناء بسوي المعكرونة. شوفوا سويتها الحين، عندي المعكرونة هني، عندي بنفس الجذر اللي كان فيه المعكرونة حطيت فيه طحين والزبدة، اضيف عليه الحليب. بسم الله. تستخدمون هالمضرب مال الخلط زين، ما يتكتل عندكم. شوفوا كيف، وبضيف عليه جبن موزاريلا. بسم الله. شوفوا الحين بضيف عليه، شوفوا كيف بضيف عليه المعكرونة اللي سويتها. بسم الله. بنخلط المعكرونة مع البشاميل اللي سويته. شوفوا 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 الجمال. يا اللحم يا سلام، مش حطيت البولونيز اللي سويتها. شوفوا والحين دور المعكرونة. بسم الله بضيفينها فوق. طريقة وايد حلوة وسهلة ولذيذة. وآخر شيء تحطين جبن موزاريلا عليه شوية على الوجه. بس لازم أوريكم الإجرام اللي أنا سويته، طعمها من الآخر. شوفوا يومي 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 يومي.